تجري سوريا اليوم استفتاء على دستور جديد للبلاد، وهو ما رفضته المعارضة بوصفه تمثيلية فاشلة. ولا يتمكن المغتربون السوريون من المشاركة في التصويت، وذلك بسبب مخاوف وزارة الخارجية السورية، لا سيما بعد الهجمات التي تعرضت لها سفارات في الخارج. ويقول محللون إن تقديرات مستوى الإقبال على التصويت كما نتيجته تبقى معلقة أمام حيرة المواطنين، الذين يعتقد الكثير منهم أن الدستور كمشروع فيه الكثير من النقاط المثيرة للجدل.